كبير. ليش؟ لان ادوات الانتاج كلها مختلفه. يعني كمثال، لو جيت لمصانع الاسمنت في السعوديه وجدتها تستخدم تجهيزات يمكن في نفس المصنع في اكثر من خط، وكل خط من مصنع مختلف، وبالتالي اذا فكرت انك تتعامل مع رقمنه هذه الاجهزه بتشوف انها مكلفه جدا جدا لدرجه غير قابله للتطبيق. اللي نتكلم عليه يعني نقول الاندستري 4، يعني نقول هذه نقطه مهمه اقولها، الاندستري 4 المفروض انه نشوف فيها البلو سي، الاشياء اللي ما هي موجوده الان في المملكه. وهذا الحمد لله يعني نقدر نقول انها جرين فيلد، يعني الباقيين يعانون منها تصير ليجاسي، احنا بالنسبه لنا اتس نيو ثينج. الديفنس اندستري، الميديكال اندستري، قطاعات كثيره تعتبر غير موجوده في المملكه، وبالتالي نستطيع تبني تقنيات الصناعه الرابعه بدون تردد. كل منتج في ايدينا او في المصنع يمر بمرحله متشابهه، فيه ابتكار، فيه انوفيشن، فيه ديزاين، ثم تحليل وهندسي وتعليم وكذا، ثم اعداد الانتاج، ثم عمليه الانتاج، ثم الاداء والاستخدام. هذه تطبق على اي خدمه وتطبق على اي منتج. هل بالامكان جعل هذا كله في العالم الافتراضي؟ التقنيه الان تقول نعم. اصبح بالامكان التعامل مع المنتج، التعامل مع المنتج لان اصبح نسخه رقميه، وهذا من زمان يعني كاد اليوزر ايدد ديزاين والكمبيوتر ايدد انجيرنج من زمان موجوده ومستخدمه، بدات من الثمانينات على الاقل. هذا الديجيتال موديل او يعني النموذج الرياضي او الافتراضي للمنتج اصبح بالامكان ايضا عمل التحليلات عليه، وهذا ايضا كان موجود سابقا. الجديد ان اصبحنا نقدر نحاكي سيستمز وليس برودكت فقط او سب سيستم. ثم الاعداد للانتاج ايضا في عالم افتراضي، المصنع كله محاكاه رياضيا، الالات محاكاه رياضيا، البروسيسز كلها الفيزيكس حقتها اصبح موديل، يعني العامل الفيزيائي ايضا اصبح له نموذج رياضي مطبق في الحاسب. وبعد كذا اصبح مع يمكن اغلبكم اذا فتح جوال اول مره يجيه رخصه يطلب من المصنع هل بالامكان تبادل المعلومات؟ هل بالامكان ان اجمع المعلومات من جهازي اللي انا انتجته؟ واصبح بعض موافق بعض ما يوافق. هذه المعلومات تصبح ترجع للمصنع او المصمم ويفيدك باك في عمليه اصبحت العمليه اندماج كامل. اندماج كامل ما بين فكرة من الايديشن والريلايزيشن ثم اليوتلايزيشن. هذه الثلاث ارياز اصبحت تقريبا في عالم واحد. صار الامكان كان اشهر مثال اللي تشوفونه اللي هو 787 البوينغ 787 تم تصميمها ومحاكاه انتاجها ومحاكاه تشغيلها قبل ان تصنع طائره. الاختلاف اللي قاعد نشوفه الان ان اصبح العلاقه ما بين الفيزياء والعالم الرقمي اصبح شبه بدون حدود، اصبح يعني ما تشوف الفارق بين الاثنين. من الاشياء اللي بتشوفوها الان في تطلع من فتره القدره على التواصل مع المخ الانساني واخذ رسائل منه، التعامل مع يسمونها بي سي اي اللي هو البرين واجهه الاتصال مع المخ الانسان. هذا الحوادث اللي بدات تنتهي خلت الانسان يستطيع يتعامل مع سيستم ما صنعها قبل باقل التكاليف. بمعنى اني استطيع اني اسوي كل هذا كمحاكاه قبل اني احتاج اني ادفع فلوس وراس مال كبير علشان الانتاج. في ادوات كثيره الان متاحه في السوق تسمى تحت مظله بي ال ام اللي هو برودكت لايف مانجمنت، دوره حياه المنتج، وهذه اصبحت من المتطلبات الاساسيه لكل الشركات انها تكون متمكنه منها. وكذلك الجامعات لابد تكون قادره ومستعده لتدريب ابنائها وبناتها على التعامل مع التكنولوجيا. هذه الدوره المتكامله تعطينا كونسبت، لو حبيتوا اعيد نقطه اني انا الان المملكه مثلا عندها مشروع
تحويل مصانع من تقنيات قديمه الى تقنيات صناعه رابعه، او عندي مصانع جديده ابغى انتجها، هل بالامكان اني اتعامل مع هذا بالعالم الافتراضي قبل ان انا ابدا؟ الجواب نعم، الان التقنيه موجوده متاحه، بالامكان انك تحاكي العمليات بالكامل من منتجات الالات كلها، الان تصبح كل الالات الجديده مثلا السي ان سي ماشينز من الدول من 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 الشركات النخبويه مثل بي ام جي الالمانيه، مقابل كل اله يوجد نموذج افتراضي للاله. بمعناها اقدر اشتري الاله او اشتري النموذج الافتراضي حقه. واستطيع اتعامل مع هذه، والطالب والمتدرب يستطيع يتعامل مع هذه، المشغل يستطيع يتعامل مع هذه، حتى العمليات الانتاجيه نفس الشيء. وعمليات التدريب اصبحت الان كثير من الجامعات تتبنى عمليه التعليم الالكتروني، لكن لما نتكلم عليها هنا نتكلم على ان الطالب والطالبه يكونون او المتدرب والمتدربه يجلسون في عالم افتراضي كانه مصنع او عالم افتراضي كانه ادوات تصميم، ويتاح لهم التعامل مع التقنيات بتفاعليه غير مسبوقه مسبقا. طبعا طيب ايش دخل هذا كله بالنسبه لنا في المملكه؟ وش قاعد كيف قاعد نتعامل مع موضوع الصناعه الرابعه؟ المشن الليدرشيب عندنا ممثله في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد واضحه جدا، حددت 2030 وقالت احنا نبي نسوي كذا وكذا وكذا، فاصبح لزام صار ضروري واضح لاي فاعل سواء انا في جامعه او في مصنع او في وزاره او مستثمر، كلهم الان اصبح واضح عندهم وين الدوله تبغى تروح. فهذا الامبيشن الواضح يجب ان يترجم الى استغلال للكابيتال ماركت، ان السوق عندك ذلك فيه في تصريح مشهور او في حديث مشهور لسمو ولي العهد قال احنا بنوطن صناعات عسكريه، احنا بنوطن صناعات لوكال كونتنت، المحتوى المحلي اصبح هو اللغه السائده، هذا هو استغلال يسمونه السوق اللي مسيطر عليه اللي هو كابيتال ماركت. الان الادفانس مانيفاكتشرنج عندنا غير موجود، معناها هو جرين فيلد، معناها انت عندك ديماند وعندك احتياج وعندك دعم ليدر شيب وعندك جرين فيلد تبني عليه. ايضا عندنا ما شاء الله عدد كبير من الشباب والبنات من اللي الان يعني يعتبرون متعلمين جدا بالاي تي متمكنين منه. فانا هل استطيع اقرب الصناعه للاي تي ولا اقرب الاي تي للصناعه؟ التقنيات تسمح لنا ان نخلق عالم افتراضي كامل يسمح لاي شخص بالمشاركه في الصناعه، فما بالك بالمتعلمين او طلاب الجامعه. الامبيشن من سمو ولي العهد 100% اوتوميشن. طبعا في تاخرات في تنفيذ مثل هذه الامور، وبالتالي صار في قرار سيادي سريع لتاسيس وزاره متخصصه، وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. من الاشياء اللي تمت خلال الشهرين الماضيات انه اصبح عندنا الان شامبيون وطني، ناشونال شامبيون، ممثل في معالي نائب وزير الصناعه المهندس اسامه الزاوي. هذا يدلك على ان الصناعه الرابعه بدات تحظى يعني من نعم السلطه. يعني انت لما تحط الشامبيون نائب وزير معناه ان الصناعه الرابعه اصبحت تاخذ حقها الطبيعي من الاهتمام. طيب ايش الاستراتيجيه؟ الاستراتيجيه انك انت دائما اولا واخرا تبدا بالهيومن كابيتال. دائما نقولها لا يمكن انك تبطل حاجه ما لم يكن ابنائك مشاركين بفعاليه من دي 1. التدريب والتعليم لابد نعجز على التاسيس هذا. لهذا الغرض فيه تم تطوير استراتيجيه الصناعه الرابعه وفيها اهتمام كبير للعامل هذا. من الاهتمامات وجود ترانسفورميشن اكاديمي. لابد يكون في يعني نفس سرعه التقنيات، لابد يكون سرعه التدريب. لابد يكون عندنا برامج موجهه للتوظيف. موجهه للتقنيات اللي نستهدفها. وهذه بتحتاج تطوير ذاتي، بتحتاج لان مين موجود على المستوى الاعلى؟ لازم تاهلها بنفسك. بتحتاج جهات متخصصه. هذه ترانسفورميشن اكاديمي ممكن تكون ضمن جامعه، ضمن كليه، او تكون مستقله بذاتها. الفيرس سنترز لابد تكون اكبر شوي، بمعنى انه يكون فيها فيرتشوال
لابراتوريز ولا فيرتشوال وركشوب، وايضا فيها كونكتيفيتي مع جميع العاليات اللي موجوده في المملكه. ثم عندنا سوشيال سنترز، لابد ان المجتمع ككل يروح مثلا واحد المجلس ما ويلقى فرصه للتعامل مع التقنيات المتقدمه. من الجانب الترانسفورميشن سنتر تصير الصناعه نفسها، لابد نشجع وندعم الفيوتشر فاكتوريز، لازم نجيبها تصاميم نجعلها افيلبل للمستثمرين. وفي كل هذول كل هذه الانشيتيفز مقابلها يعني كل هالاجزاء مقابلها فاندنج من الدوله لدعم تفعيلها. راح اشرح اللي يجمع هاي تقريبا لحاجه سميناها اللي هو مراكز رفع القدرات للصناعه الرقميه. هذه مراكز وطنيه تاسس الدوله وتوضع في اماكن محدده في المدن الصناعيه الكبرى، و راح اتطرق لها بشكل اكبر واوضح من خلالها الاستراتيجيه الوطنيه. فالنشن سنتف صندوق التنميه الصناعي اصبح او صندوق صناعي باسم جديد، صندوق صناعي الان تقريبا يدعم اي مستثمر ياتي ويكون من ضمن خطته التنفيذيه تبني التقنيات الصناعه الرقميه. كذلك المكتبه المحليه المكتب المحلي تجمع الطلبات وكذا تسمح للمصانع انها تشتري بشكل موحد سواء المواد او التجهيزات، وكذلك الدمان من داخل الدوله للمستثمرين. الجلوبال تكنولوجي بارتنرشيب تسمح له بتاسيس المركز الخامس التابع للورد ايكونوميك فورم، المنتدى الاقتصادي العالمي اللي هو تم تاسيس اعلان التاسيس قبل اسبوعين، لان تكون المملكه خامس دوله على مستوى العالم بعد امريكا واليابان والصين والهند. هذا نقله من ناحيه التفاعل مع العالم، نقله كبيره جدا، وهو راح يكون معني بالدراسات السياسيه ودراسات دراسه السياسات والوجهه السياسيه، دراسه السياسات اللي هي البوليسي، وقضيه الاستفاده من تجارب الدول المتقدمه في التعامل مع التقنيات من ناحيه العوامل الاخلاقيه وعوامل عدم تفرقه بين المستخدمين التقنيه. طبعا في ار دي اي بارتنرشيبس كثيره، كثير منكم تسمع مراكز التميز اللي في مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه، وكذلك نسعى لشراكات اخرى. كذلك نسعى الى جوينت فينشرز، لان نتمنى شركات عالميه رائده في الصناعه الرابعه انها تكون متواجده بنفسها في المملكه ضمن شراكات مع صندوق الاستثمارات العامه. ابى اركز على مراكز رفع قدرات الصناعه الرابعه على اساس انها خطوه يعني مصيريه للاستراتيجيه، بدونها لا يمكن من وجهه نظري انك تتعامل مع الصناعه الرابعه. لابد من مكان يقدر يدخل اي مستثمر